مساء الخير عليكم وعلى كل الناس اللي بتتفرج عليا. والله العظيم مش قادر استنى حتى الماتش ينتهي ولا ليا نفس اتفرج. يعني ايه ده؟ ايه الفرقه دي؟ طبعا ده نتاج اللي بيعمله رئيس النادي واللي بيعمله مدير فني. جايين امبارح بالليل واحد بيتكلم على الفرقه والتاني بيرد عليه، ومدرب تحس انه حاطط تشكيل عشان يخسر، بيغير عشان يخسر. حاجات غريبة بتحصل في الفرقة، لعب عشوائي، مفيش ولا باصة ولا أداء ولا روح ولا تحرك ولا سرعة ولا تحول من الدفاع للهجوم، ولا يعني ولا مهارة. إيه ده؟ إيه الفرقة دي؟ أنا مش مصدق أقسم بالله. أنا مش عارف يعني نادي الزمالك راح فين؟ يعني إيه الفرقة دي؟ إيه اللعيبة دي؟ اقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله، وانا عيد ميلادي اهو كمان ساعتين ثلاثه هتم 47 سنه، اقسم بالله لو نزلت هبقى احسن من اللعيبه اللي بتلعب، والله العظيم هبقى احسن. وانا لياقتي البدنيه يعني لو انا لياقتي البدنيه 1%، اللعيبه دي لياقتها البدنيه ايه؟ ده اللي عنده 22 اللي عنده 23 اللي عنده 24 اللي عنده 25 واللي عنده 20. ايه ده؟ ايه يا جماعه ده؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده في الملعب؟ ايه اللعب كل حاجه ورا؟ كل باصه ورا؟ ما فيش حد بيتحرك من غير كوره. ايه الفرقه دي؟ ايه ده؟ واجي بقى للاداره، مش شايف مرتضى منصور. ايه ده؟ ايه كل سنه 10 لعيبه؟ ايه ده؟ احنا فين؟ دي فرقه، دي كيان فرقه. فرقه بتتحط بتجيب 10 لعيبه بتمضيها اربع خمس سنين عشان يقعدوا خمس سنين لقدام. اجي اغير كل سنه؟ بعد كده اجي ازعل من اجوجو بتاع ممدوح عباس؟ طب انا جايب كام لعيب؟ 47 لعيب وجايب السنه دي 10، 57 لعيب في اربع سنين. 57 لعيب، ايه ده؟ ايه ده؟ والملايين بتدفع كده في لعيبه ما تستاهلش. النهارده الاقي بيتعاقدوا مع لاعب ماشي من انبي ببلاش. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل في الفرقه دي؟ الزمالك مين اللي بيكون الفرقه ومين اللي بيتعاقد؟ الزمالك بيتعاقد مع 10 لعيبه في مكان واحد. مكان واحد 10 لعيبه في مكان واحد. حرام عليكم اقسم بالله، حرام عليكم اداره، حرام عليكم مدربين، حرام عليكم مصلحه، حرام عليكم لعيبه. بجد الواحد زهق، اقسم بالله زهق. ايه ده؟ ايه الاداء ده؟ اداء؟ هو في اداء؟ هو في لعيبه اساسا؟ اصل اللعيبه مضغوطه. مضغوطه ايه؟ اللي بياخد 2 و3 و4 مليون و5 مليون، ايه ده؟ ده اللي بيلعبوا في الشارع احسن. الشاب مرتضى مفيش حد، كل الناس غلط، كل الناس غلط، انت اللي صح بس، كل الناس غلط. حرام بجد، حرام بجد، والله العظيم حرام. مش ده فريق نادي، دي اول مره في التاريخ فريق لبناني يكسب الزمالك على ارضه. انا شخصيا لعبت في البطوله العربيه سنه 95 وكسبنا الانصار والنجمه ولا اللي جاب الاجوان، وصعدنا للمباراه النهائيه. ايه ده؟ ايه ده؟ العاب اللبناني رجاله لعيبة بتاع، أنا حاسس إن في لعيبة حريفة، محمد حيدر والناحية الأشول اللي جاب الجول. أي نعم ممكن يكون في شك في تسلل الجول ده، الله أعلم، هتعرفوا في التحليل بعدين. أنا برؤية اللاعب كده شك إن هو متقدم، بس مش دي القصة. حتى لو تسلل يا ريت، كويس إن هما جابوا جول والله. وإيه اللعيب اللي بيضرب من غير كورة؟ طارق حامد شغال الله ينور ضربة، هو كورة ضرب، هي كورة بقت ضرب. ودونجا بيضرب من لعيب من غير كورة وزعلان قوي، وواحد يطلع كورة ومتضايق قوي ويعترض على الحكم. ده الحكم يعني كان متوازن جدا جدا جدا. ايه اللعب ده؟ تبتدي يا استاذ اوجاستو نفسه مصطفى محمد وتطلعه بقى نص ساعه ليه حضرتك؟ ومصطفى محمد بيلعب ايه؟ وحسام فاول قاعد بس باسم مرسي بره ليه؟ وحسني فتحي باك ليفت ليه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اوجاستو نفسه ربنا، هاي لعيبه ضايعه، مرتضى ما اعرفش ايه، وتروح السفاره البرتغاليه عشان تشتكي وعايز الشرط الجزائي. يا اخي ده انت اسوأ مدرب جه في تاريخ نادي الزمالك. اي نعم الله يكون في عون في عونك مع الاداره، لكن برضه سيء، مدرب سيء. وايه ده؟ كفايه بقى، كفايه بقى ظهور في الاعلام بقى، وكفايه بقى نقعد الناس بقى تقعد تشتم في بعض وتلوم بعض، وكل واحد عايز يطلع نفسه صح على حساب الكيان وعلى حساب الجمهور العظيم اللي بالملايين. حرام عليكم بجد، الواحد قرف وتعب. والله ما ليا نفسي اتكلم في الكوره لاني مش شايف اي حاجه، مش شايف كوره اساسا للاسف. مع السلامه.